لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات. مساء الخير وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج لكي. اليوم ببداية فقراتنا رح نحكي عن إطلاق قصة مغامرة أفرست، الكتاب الأول من سلسلة القمم السبعة، ورح يكون معنا بالاستوديو مصطفى سلامة ضيفنا للمرة الثانية ليحكي على هذا الموضوع. أما بفقرة الأمومة الفقرة الثانية فرح نحكي عن الذكاء العاطفي، وبالفقرة الثالثة سمعنا أنه مها محضرتنا قصة قصيرة، ما بعرف شو هاي رزان. هلا صار عندنا فضول نعرف ايش القصه القصيره. فضول الله وكيلك. نشوف. مساء الخير لورينا. مساء الفل، كيفك؟ تمام الحمد لله. كمان بدي امسي على المشاهدين، يسعد مساكم. اليوم فقرات متنوعه ومحمسه صراحه، احنا كثير متحمسين كثير لهي الفقرات. بالبدايه بدنا نرحب بضيفنا بالفقره الاولى مصطفى سلامه. مساء الخير. سلامه وسلامه. احنا انا بعرف سلامتين. رزان سلامتين. طب انا ليه هلا بس انتبهت؟ اهلا وسهلا فيك مصطفى، احنا كثير سعيد بوجودك معنا للمرة الثانية. بدنا نكمل حديثنا معك، بس بالبداية بدنا نطلع نشوف هذا التقرير عن إطلاق القصة، واللي كان طبعا تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير علي بن الحسين المعظم، واللي كان يوم السبت الماضي، واللي تضمن أكيد إطلاق قصة مغامرة أفرست، الكتاب الأول من سلسلة القمم السبعة في متحف الأطفال في الأردن. سلسلة القمم السبعة للناس اللي ما بتعرف هي نتاج تعاون مشترك بين مصطفى سلامة وجبل عمان ناشرون، وهي سلسلة بتشجع الأطفال واليافعين على السعي لحتى يحققوا أحلام هم، وأكيد لحتى تزيد وعيهم بشأن المغامرة الوعي. خلينا نتابع. لكن الوصول لفوق شيء الفرح، يعني اللي طلعنا اللي قدرنا نطلع، اللي يبكي واللي يضحك واللي يرقص، لأنه عملنا شيء خاص جدا. قمة أفرست هي أول قصة من سبع قصص إن شاء الله رح نطلقها مع جبل عمان للناشرون. القصة هي قصة أردني تسلق قمة أفرست وطلع على أعلى قمة في القارة، سبع قارات، القطب الشمالي والقطب الجنوبي. القصة فيها طبعا معلومات شيقة للأطفال عمر من 9 إلى 14 سنة. رجع
رجعنا لكم بعد التقرير. يعطيكم العافية يعني مصطفى. احنا كتير اول اشي اسمح لي اقول لك ان احنا مبسوطين انك انت معنا للمرة الثانية بالاستوديو. اهلا وسهلا فيك. وانا كمان كتير مبسوط ان اكون برنامج لكي وان اكون هون بالمرة الثانية. اهلا وسهلا فيك. قبل ما نبلش نحكي عن الموضوع اللي نحكي فيه اسمح لي اقول لك ان قميصك كتير حلو. مقدم. جدا حلو القميص. مامو لفتت انتباهنا فهيك كتير فيه مع العلم الأردني وهيك يعني كتير وطنية الموضوع. مصطفى هلا أنت غني عن التعريف طبعا بس للناس اللي ما بتعرف كتير عنك بتقدر تعرفنا عن حالك هيك بشكل مختصر؟ أنا متسلق جبال أردني واحد من 16 بني آدم في العالم اللي تسلق أعلى قمة في كل قارة السبع قارات ومشيت القطب الشمالي والجنوبي وغرينلاند وأصدرت كتاب اسمه أحلام لاجئ قبل 3 سنين وهذا إن شاء الله الكتاب راح يتحول لفيلم قريبا كمان سنة حلو يعني عم بنعمل خلص السكريبت وكل إشي وب 26/11 راح أقابل الدايركتور بلندن عندن إن شاء الله نشوف نعطيكم الأخبار أول بأول إيش بيصير إحنا حنكون أول ناس راح يعرفوا أكيد لازم راح أجي هون ونحكي عنه أكيد. طيب مصطفى إذا نحكي عن سلسلة القمم السبعة إيش فكرة السلسلة؟ حكينا أكثر عن الفكرة وإيش الهدف منها ومين كنت يعني إيش الفئة العمرية المستهدفة من هاي السلسلة؟ الفئة العمرية 9-14 سنة والفكرة الكتب كلياتها أنت نحكى عن السبع قمم اللي تسلقتها بس كل قمة هي راح تكون تعليمية يعني وراح يكون أدب المغامرة. أنا عملت ماجستير بإشي اسمه Outdoor Education Studies وحسيت إنه كتير الأوتدور والأدفنشر بتفيد الأطفال بتوسع خيالهم وبتخليهم يشوفوا العالم في منظور تاني. هلأ بلشنا بإيفرست اللي هي الحلم اللي أنا حلمته بال2004 وبتبلش القصة من الحلم اللي أنا حلمت وبعدين نرجع في كاركتر اسمه حلاوة بالهذا. حلاوة هو وأنا صغير بالمخيم مخيم الوحدات وين ما أهلي كانوا كان عربيات كنا نبيع صينية أمي تسوي صينية حلاوة هيك بالسميد وكذا وكانت تنباع هذا بحكي أنا بال78 كانت تنباع الشعبة بتعريفي ولا إشي وكنت أبيعها بعد المدرسة ما أخلص المدرسة أو نيجي بالصيف نقعد ننظر ستي وستي أقعد أبيع فيها. فهذا حلاوة. حلاوة هو بيمثل المجتمع العربي والمجتمع العربي كلياته اللي هو شوي بيكون بدك تفتح شوي شوي هذا المجتمع. بكل قصة رح نجيب عالم عربي من الـ يعني من 12 سنتري من القرن الثالث عشر الرابع عشر. أول قصة رح تكون الرازي اللي هو العالم. الرازي بيحكي إنه مولد العبقرية هي تلك اللحظة التي يكتشف الإنسان فيها مكائن موهبته مهما كان عمره. من الطفل لما يقرأ يشوف وين هاي الموهبة عشان يقدر يسقلها. كل قصة فيها ديانة يعني هاي القصة فيها الديانة البوذية والديانة الهندوسية من خليها بسطل وي عشان الطفل يعرف الديانات. مثلا بأفريقيا القصة الثانية راح تكون مثلا عن المسايا بيبول. الثالثة نازل على الأرجنتين نحكي عن كريستيانتي بالهذا. فكل قصة فيها هذا في تعليمي في إشي عن الانفايرمنت. كل قصة فيها أكلة مثلا هاي فيها موموز بنحط الريسيبي آخر إشي شو الموموز كيف تعمل الموموز is very healthy هذا. كل قصة كمان فيها حيوان يعني مثلا هذا بيكون فيها الياك بقصص ثانية بيكون فيها أكتر. كل قصة فيها ميث إشي مثلا هون في الياتي. الياتي اللي هو يعني كائن كبير بيكون ماشي على الجبل بيساعد الناس بس it's just مش لا وجود له لا وجود له. فهيك يعني كل إشي فكلياتها على بعضها تعليمي. الـ الـ الأب أو الأم لما تقرأ القصة للولد أو للبنت برضه هو بيستفيد إنه بيعرف شغلات كتير طبعاً. ما عمره يمكن عرفها أو كذا. ومن في اللي هو الأدب المغامرة اللي هو إنه كيف مثلاً في التسلق في هذا. والفكرة كلياتها بأول هذا إنه ما في شيء مستحيل يعني أنت أي بتحلم أي شيء مشان الطفل يعرف من وين ما هو جاي. جاي من مخيم ولا جاي من بيت وزير نفس الإشي ما في فرق. الحلم اللي بتحلمه ما في فرق فيه وبتقدر تحقق أي حلم تحلمه.
كثير حلو الحكي اللي عم تحكيه مصطفى، وهي الاشياء اللي احنا اصلا كلنا كأمهات بدنا نربي اولادنا عليها. طبعا. واحلى شيء كمان حبيته انه كل الاشياء الموجوده بالكتاب مش اشياء متعارف عليها مكرره، اشياء احنا ما نعرفها الكبار. فالكتب مش بس رح يفيدوا اطفالنا، بالضبط رح يفيدونا احنا. اسمح لي افرجي الناس الكتاب، كتاب كثير حلو يعني شغله وكفره حلو كثير. مغامرة إيفرست. مظبوط. هلا بدي اذكر كمان مصطفى انه هي قصه مصطفى كمصطفى سلامه، وكتابه لمى عازر ورسوم علي الزيني. نعم. بنوجه لهم تحيه كبيره. أكيد. انا بعرف لمى على مصطفى شخصي كمان بحب اوجه لها هيك تحيه خاصه. الكتاب كثير بحمس واحنا يعني كثير حابين انه نقراه. بصير ندخل اكثر شوي بالتفاصيل عن هذا الكتاب. شور. احكي لنا شوي اكثر عنه. هلا الفكره اجت من طريق جبل عمان للناشرون. جبل عمان للناشرون ترجم كتابي احلام لاجئ لانه انكتب بالانجليزي مع بلومزبري وهم ترجموا. بعدين كنت قاعد انا وسنان اللي هو الشيف اديتور تبع جبل عمان للناشرون، وكنا نحكي اشي عن قلت له انا كثير حاب اسوي الاشي الاطفال، وطلعنا بهاي الفكره انه خلينا نسوي اشي عن ادب المغامره. ما في كتاب بتلاقيه بالميدل ايست، او حتى ما في كتاب لانه هذا راح يترجم بالانجليزي وبالالماني بالفرنسي. هلا ما في اي كتاب بيحكي عن هيك قصص إيفرست وهذا. وبعدين بيحكي كمان يعني الفكره الرئيسيه كمان انه برضه بنحكي عن شغله اللجوء، واللجوء مش انك بس لاجئ طلعت من بلدك، انت بتقدر تكون لاجئ بنفسك. صح. تكون لاجئ باي شيء، فكره انت لاجئ لها بدك تحررها، عرفتي؟ صحيح. فهاي كمان موجوده بالكتاب. والفكره كمان لما اجت انه احنا بنعمل، انا تسلقت السبع قارات، بنعمل سبع هذا، وتنحكى القصة زي ما هي، عرفتي؟ يعني حاطت أنا مثلا إذا بتشوفي بلشت أنا جرسون، كنت أغسل صحون لما رحت على لندن، عبين ما صرت مانجر، عبين ما درست بالجامعة، عبين ما صرت مدير. يعني تنحكى كلياتها عشان الطفل يعرف القصة من أولها، عشان لما يدخل على كلمنجارو مثلا احنا بنحط، ما بنقول له انه كلمنجارو، بنقول له والله راح يكون في جبل بركاني كتب عنه مثلا كاتب الفلاني انه في حيوانات كتير، بنحط جرافه مثلا، زرافه على هذا، والولد بيصير او البنت بيصير بيقول لك ايش راح تكون القصه اللي بعدها. كتير حلو، حلو كتير. احنا يعني انا صارش عبالي هلا اقرا، انا رح اروح اقرا احنا اليوم الليله. طيب مصطفى، اذا نحكي عن حفل الاطلاق اللي تم حكينا يوم السبت الماضي تحت رعايه صاحب السمو الملكي الامير علي بن الحسين المعظم، احكي لنا كيف كانت الاجواء. والله يعني انا كتير كنت مبسوط. اول شيء جبل عمان للناشرون عملوا شيء مرتب، وبحي يعني سنان سويس، وبحي فرح سماوي اللي هي عن جد عملت إشي رائع، وغريس وكل التيم اللي كان بجبل عمان. كان في يعني الحمد لله كان الصالة كانت ملانة، وحطينا براير فلاج. أنا جبت معاي لاكبا شيربا اللي هو طلع معاي على إيفرست. هدول الناس يعني وهو لكبة، هذا هو البني آدم الوحيد في العالم اللي نط من إيفرست، يعني تسلق إيفرست وعمل برق لايت from the top of إيفرست. ما في حدا بعد يسوي شيء زي فهو كتير مشهور. كتير كانت حلوة الأجواء، وجبنا واحد اسمه جراح حوامدي، تسلقت أنا معاه يعني أخذته معي على جبل. كان معاه سرطان وقطعوا له إجره، إجا حكى كلمة. واحدة إماراتية اسمها خديجة التركي، أول إماراتية طلعت على حاولت إيفرست اللي أخذتها أنا هاي السنة، برضو إجت حكت كلمة. زهراب إجا برضو حكى كلمة. فكان كتير حلو الأتموسفير، والأولاد كتير انبسطوا. وكان في عاملين في آر، إحنا بتحط هذا وكأنك عم تتسلق بإيفرست، وكان في مجسم إلي هيك بتحط شفنا صور يعني الأجواء عن جد كانت رائعة. احنا شفنا كمان الصور كثير، وعملنا موموز باي ذا واي. بعدين موموز بعدين رح اجربها بالبيت. انتم بتسيبيه وعندك كل شيء، بس خلينا نسووه هون باي ذا واي. والله مش غلط، فكرة كثير حلوة، في وزاكية اكيد. طب كيف بيقدروا الناس يحصلوا على الكتاب؟ هل الأمهات أكيد رح يتحمسوا بدهم يجيبوا هالكتب لأولادهم؟ وين ممكن يلاقوها مصطفى؟ يعني بيكونوا بالمكاتب، بأي مكتبة بالأردن، بريدرز، بفيرجن، وبرضو عن طريق جبل عمان للناشرون. أي حدا بده إشي بيقدر على جبل عمان للناشرون، هم ببعثوا له الكتاب لعنده كمان. صح، موجودة صفحتهم على إنستغرام كمان. نعم. الناس كمان بيقدروا يوصلوا لهم. كتير
ايش احكي؟ لا تفضل. لا بليز. انا كنت احكي عن الكتاب كثير قديش بيفيد الاطفال بهذا العمر عن جد، زي ما حكى مصطفى يتعلموا كيف الواحد بيحلم وهو صغير ليكبر، بتعلقوا بهاي الاشياء بتضل براسهم حتى بس يكبروا. صح. مصطفى احكي لنا لقدام، ايش في عندك شيء جديد لقدام؟ هلا انت عارف انا كل التسلق اللي بعمله بعمله من اجل يعني بيكون في كوز معين انا بعمله له. صحيح. والحمد لله من 2013 لا قبل اسبوع سنة يعني الكلايم اللي سويتها كلها طلعت 5,800,000 دولار. واو. لمركز حسين للسرطان، لمركز بدوى، للأونروا، لا يعني ناس. برافو. هذا وهذا الإشي اللي أنا كتير بحبه. إن شاء الله السنة الجاية رح نأخذ سيليبريتيز من الأردن، منهم انفلونسر، منهم اكترز، يمكن انتم بدكم تيجوا. احنا جاهزين برضه بدنا نعمل رحله ل كمان جريت كوز ونجيب. هذا الشيء اللي بعمله انا. والشيء الثاني، في شيء عم بحضر له صار لي سنتين وضل لي كمان سنه، اللي هو شيء اسمه 777 من اجل السرطان، اللي هو 7 ماراثونات بسبعة ايام بسبع قارات. ان شاء الله ببلش بالمحيط المتجمد الجنوبي، بعمل ماراثون لهيوستن، هيك بكون خلص امريكا، سوري بونتا ارينس تساوث امريكا، هيوستن امريكا، بعدين بطلع على امستردام، خلص يوروب، بخلص افريقيا بمروكو، بخلص اسيا باندونيسيا، بعدين بخلص بسيدني باستراليا. هيك بكون عامل 7 7. مش معقول. شو حلو، مش معقول. حابه اعمل اذا ما عندك مانع هيك شوي زي زوم ان على حياتك الشخصيه هيك شوي. شو. واسالك اذا بتحس اولادك الله يخلي لك اياهم، احنا بنشوفهم شفناهم الله يخليهم، الله يخليكي، بتحسهم هم الهام لك لانك تعملت هذا الكلام؟ طبعا الاربع اولاد يعني اكثر، اذا بتلاقي يعني اذا بتقري في كثير شغلات. فكان بدي بنت بس بالضبط ما زبطت. بعدين قلنا خلاص اقطع شو اسمه، في شغلات كتير الأولاد يعني كنت أسألهم مثلاً إيش أحط إيش ما أحط وكذا، وكتير ساعدوني بالكتاب يعني هذا. وأنا بحب أقرأ الأولاد بالليل دائماً، يعني بحب أقرأ، بحب بشوف القراءة كتير مهمة للأولاد طبعاً. ويعني لسه ما شافوا هو ما شافوا الكتاب هذا، بس الترجم بالإنجليزي بشهر 2 إن شاء الله كمان بقروا. بس هم طبعاً كانوا إلهام، كانوا إلهام عظيم إلي. وإم يعني هلا كمان الأم، يعني الأم هي طبعاً. يعني أقول لك شغلي، أنا بسافر وبروح الأم هي عن جد، لما بقول لك مثلا لغة الأم عن جد هي الأم اللي بتسوي وبتعمل. وإذا الولد ولا البنت ربت الأم بتعرف إنه وضعه صار منيح، وضعه تمام. وضعه تمام. الله يخلي لك يا أمي، يخلي لك يا أمي. مصطفى إيش في كلمة بتحب توجهها للناس اللي عم بيشوفونا وحتى الأطفال أو اليافعين بهذا السن؟ يعني أنت زي ما ذكرت وزي ما بنعرف من خلال القصة اللي حكيتها، مرقت في مرحلة طويلة من حياتك ولحتى وصلت وحققت حلمك، إيش بتحكي للناس لحتى ما يستسلموا ويحققوا أحلامهم؟ أنا يعني دائما بحكي أول إشي كل واحد فينا بحياته في إيفرست. الإيفرست مش بس جبل، بيكون أي إشي بحياتك هذا بيكون إيفرست. أنت كيف بدك تطلع وتتغلب على كل إشي؟ الإيمان بالنفس. إذا ما في عندك إيمان بالنفس وفي عندك شوية ذرة صغيرة إنك مش متأكد منها، الناس اللي حواليك ما راح يساعدوك لأنك أنت عندك داوت. ثاني شيء، إنما الأعمال بالنيات. بدك تسوي الإشي يكون في إشي جاي من وراه خير، لأنه كتير ضروري هذا الإشي. وإنه ما في شيء مستحيل، يعني لا تحط أي حاجز من وين أنت جاي شو أبوك بيعمل شو هذا. صح. والتعليم اللي هو أهم إشي، القراءة والتعليم، إنه لازم نعطيها للأطفال. صح. حلو اللي حكيته عن جد مصطفى. بس بحب أذكر الناس كمان هلا حكوا لي إنه أي حد بده يشتري الكتاب أونلاين بنقدر نلاقي الكتاب على shop.japublishers.com، فالكتاب رح يكون موجود هناك لكل الناس اللي بدهم إياه. ادخل على الويب سايت، انطلقوا انطلقوا انطلقوا. كثير انبسطنا مصطفى بوجودك معنا، واحنا كثير فخورين فيك وفخورين بالنشاطات اللي بتقدمها اللي دائما اكيد اهدافها نبيله. يعطيك الف عافيه. الله يعافيك. اكيد كل مره رح نكون على تواصل معك، دائما رح نكون معك. اكيد يعطيك الف عافيه. الله يعافيك.